للأسف هلأ بمجتمعنا في كتير ناس تعودوا على الفكرة، لحتى في أهل بيطلعوا بولدهم وما بيكون عندهم لحتى الرجاء إنه ممكن يتغير يا ماشي هيك. صار في هذا يعني هالإحساس مع هالجو إنه خلص نحن صار عندنا مصيبة ومنعيشها، ولحتى هو الشخص المدمن هو بذاته حابب شجعك، حابب احكي معك اقول لك انه لا انت ما بتضلك هيك، في محل انت بترجع بصير عندك حياة سليمة، والبرهان هو قدامك. انا عم بحكي معك، كان عمري 10 سنين ونص، يمكن يعني 11 سنة، شخص تعدى علي جنسيا ببراءتي انا وصغير، فكرت انه بده يقتلني. اهلي كنت خاف خبر كولد، لنصل انا اذا عرفوا يا ما اذا انتشرت القصة ممكن يرجع، يعني خفت أكتر منه شو ممكن تكون رياكشن. فعشت خزنت هذا الخوف فيه، وعشت كل هالسن المراهقة إذا بدي أقول بلشت فيه بشكل أنه مش عم بسترجع عامل شيء. وصلت لمحل صار عندي أصدقاء قادرين يعطوني الشيء اللي أنا فكرت أنه بنسيني، واللي هو المخدرات. أول ما أخذت مخدرات كان شعور كتير حلو، بس اللي بياخد مخدرات بيعرف انه دوز معين ما بتعود كفيه، بعد فترة بصير جرب يخلطها مع كحول، جرب يخلطها مع حبوب لحتى. فعشت كل هالفترة المراهقة فترة يعني طويلة شوي انا وعم بتعاطى هودي الامور. انا عشت بعلاقة كتير مش منيحة كانت مع بيي كمان، مرق وقت تجوزت فيه وانا كنت فكر انه الزواج ممكن يجيب شيء جديد على حياتي، لكن بعد فترة لقيت انه كمان زواج تدمر. كانت مشكلتي بعدها فيي، زيت كتير ناس، وبتذكر هودي اللحظات. هيدي كانت من 27 سنة الوقت اللي قعدت فيه وفضيت كل اللي عندي، وعارف انه هيدا اللي خلقني عم يسمعني، لانه صرخت له، صرخت ليسوع، قلت له يا رب انا بدي إذا أنت قادر، أنا جربت عدة مرات ما قدرت، أنا مستعد سلمك حالي. فبتذكر أنا بهذا النهار قررت أنه أطلع وعزل كل بيتي من الأمور اللي كنت أنا مفكر أنه هذه بتغطي ما بتعبي بتملي كل فراغ عندي، لكن للأسف أنه ما ملت شيء بحياتي. ومن وقتها ما أقول أنه أنا طلعت بالآخر خلص ما بقى في شيء ينعمل، لا، بعده عم بيشتغل بحياتي. والأهم شيء فيها أنه الحياة بترجع بتتجدد وبتتغير وبتترمم، وأنا هيك صار. أنا عم بحكي من 27 سنة، ومن 27 سنة لهلأ أنا شخص تجوزت، تغيرت حياتي، عايش حياة فيها سلام. الأمور اللي كانت كتير كمشتني خلص ما بقى كمشتني. هيدا رجاء بينعطى لكل شخص، لأنه إذا قدر هو يعمل فيه هيدا الشيء، يعني يحقق لي هذا الشيء بحياتي، هو تأكد مظبوط أنه قادر يحققه بحياتك.